في ليالي العشر، والنهاردة بنكون في ظل الأنوار المباركة في الوتريات، فتعالوا نقول سبعية اسمها سبعية الوتريات، مجربة في الليالي الوترية في العشر الأخيرة من رمضان. سبعية بتقول إيه؟ يا كريم ذنبي عظيم فاغسل لي قلبي، يا ملاذي بك أحتمي فحصني مني، يا قوي بك أستعين على كل ضعفي، يا ودود رداق قصدي فعجل هداي، يا غني أمدد فقيرك فمن لي غيرك، يا ولي دبر حياتي وانظر لحالي، يا مرادي حرر فؤادي واقبلني عبدك. نقولها مرة تانية، نقول يا كريم ذنبي عظيم فاغسل لي قلبي، يا ملاذي بك أحتمي فحصني مني، يا قوي بك أستعين على كل ضعفي، يا ودود رداق قصدي فعجل هداي، يا غني أمدد فقيرك فمن لي غيرك، يا ولي دبر حياتي وانظر لحالي، يا مرادي حرر فؤادي واقبلني عبدك. اقبلنا يا رب عبادك، واجعلنا مع العبد الأعظم المبارك العبد الكامل حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي نشر أنوار العبودية في حياتنا، فعلمنا إن إحنا في حماك، ودخلنا في حضرة أليس الله بكاف عبده، ودايما نقول له وإحنا بننظر إلى وجهه وفي صحبته في بين إيديه، نقول له وحقق يا حبيبي إن قلبي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب اجعلنا دايما في حضرتك، وندخل عليك من باب حضرة النبي وإحنا ماسكين في إيديه، ونسير معاه مع سيرته، ونسير معاه في خطوته، ونبقى دايما من أهل الاتباع ليه. يا رب اكرمنا دايما إن إحنا نكون في أسرار المرء مع من أحب، ونشهدك بأننا نحبك ونحب رسولك. أكرمنا يا كريم برضاك عن المحبوبين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.